إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فصل اللهم وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثاني أهم الموضوعات في سورة المائدة هو فكرة موضوع السلام والسلم نحن تحدثنا عن الأطعمة وعن الأشربة وبينا حكمة الشرع في تحريم ما حرم وبعض الآراء الفقهية المتعلقة لكن من الموضوعات المهمة جدا هو أن تكون علاقة المسلم بكل ما حوله هو السلام لكن أول جزئية من هذه الجزئيات هي خاصة بالدين بشعائر الدين والعلاقة مع الغير مما يؤثر في الدين الآية الثانية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي الآية تتكلم عن موضوع السلم الذي نريده لكن الآية بتتكلم عن نوع خاص من هذا السلم وهو ما يتعلق بالشعائر الدينية وبمن يقوم بهذه الشعائر الدينية سواء الشعائر بشكل عام أو الشهر الحرام أو بعض أجزاء هذه الشعائر من الحيوانات الهدي والقلائد أو الناس نفسها اللي بتقوم بهذه الشعائر لما آمين البيت الحرام يعني متجهين إلى البيت ليه؟ إلى البيت الحرام ومهما كانت الأسباب الداعية إلى إشاعة الذعر بينهم حتى ولو أنهم كانوا صدوكم قبل كده فلا يجرمنكم شنآنهم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا تمام؟ هذه الآية طبعا المفسرون تكلموا عن المعنى المطلوب من الآية والمطلوب من المسلم أو المؤمن تنفيذه وده صحيح اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشعائر خلينا أمشي مع الآية أولا ونقول معناها وبعدين أقول لكم بعض أنا يعني أستريح إليه فيما لماذا هذا التجديد وهذا الأمر في صورة هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم وهي سورة المائدة الشعائر هو كل معلم كل المعالم الظاهرة لأي شيء يسمى شعيرة يعني العلم بتاع أي دولة ده شعار الدولة مش كده ولا لا شعارها والشعائر جمع إيه شعار جمع شعار فالشيء اللي هو معالم الشيء والأشياء الظاهرة فيه تسمى شعائر شو جمع شعير نعم تمام فشعار أو شعيرة الاثنين جمعهم شعائر طيب ال 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 الشعائر قلنا المعالم فهي معالم الدين سواء كان ذلك في عقائده في عباداته في معاملاته في أحكامه ولكنها اختصت بعض الشيء بالشعائر اللي هي الظاهرة المعالم الظاهرة الصلاة في جماعة مثلا يعني الجمعة دي شيء ظاهر الحج بكل مفرداته من الشعائر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على جزئية من الحج إن الصفا والمروة من شعائر الله
ماشي. وكذلك الهدي والبدن وكل دي من شعائر ايه؟ من شعائر الله. فلكن الحج كله على بعضه نسميه ايه؟ شعيرة الحج. شعيرة الايه؟ شعيرة الحج. فالشعائر من الحج ربنا سبحانه وتعالى مجملة كل الشعائر قال لا تحلوها، يعني بمعنى لا تتهاونوا فيها فتبطلوها أو تفعلوا أفعالا تضر بها، لأنك مثلا تقطع طريقها، تهدد أمنها، تهمل فيها، تستحل مثلا يعني تهاون مثلا الجمعة، مثلا واحد اعتدي يسافر يوم الجمعة على طول ويطلع من قبل الجمعة، لا لا في شعيرة انتظر أديها مثلا، مش لازم ترتب إلا الحاجات الطارئة، الحاجات اللي هي مش روتين حصلت جي كده ظروفها كده ماشي، لكن الأصل ما يبقاش ده إيه؟ روتين، ما يبقاش روتين في حياة الناس. فالمفروض لا تحلوا بمعنى لا تستهينوا، لا تبطلوا، لا تبطلوا أو تفعلوا أفعال تبطل هذه الشعيرة أو تعوق إقامة هذه الشعيرة، تمام؟ فده بالمجمل لا تحلوا شعائر الله، تمام؟ ولا الشهر الحرام. هتلاقوا بقى بعد كده يبدأ الكلام يختص بشعيرة الحج وما يتصل به، لأن الشهر الحرام هو هنا إن جه مفرد ولكنه يعني الأربعة، لأن الأشهر الحرم كام؟ أربعة، ثلاثة سرد وواحد ايه؟ فرد. السرد اللي هم ايه؟ ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، دول ورا بعض بيجوا، تمام؟ الفرد اللي هو ايه؟ رجب، اللي هو رجب، تمام؟ طيب ليه الثلاثة دول؟ من أجل الحج. الناس بتبدأ تتحرك في القعدة ولا لا؟ تمام؟ وبالحج بيتم فين؟ في الحج. الناس وهي راجعة ما تبصوش بقى الوقت، الناس بتخلص بدري وتمشي، لكن في زمان كان ممكن ما يوصلوش ولا ذي القعدة ولا محرم ولا حاجة، أوقات بعد محرم، تمام، ياخد وقت طويل على ما يوصل. فالفترة ديت جعل فيها أشهر محرمة ليه؟ حتى لا تقوم فيها قتال، وبالتالي يعني يستطيع الناس رقم واحد يأمنوا، رقم اثنين يبقى معهم فسحة من الوقت، أو يبقى معهم الوقت أن يروحوا يؤدوا الشعيرة، فلا تبطل الشعيرة، لأنه ممكن الحرب توقف الشعيرة، صحيح ولا لا؟ تخليهاش تتم، تمام؟ فيبقى هنا الأشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى أمر أن تكون، أن تتجنب من أجل ليه؟ من أجل الحج. إلا إذا إيه؟ إلا إذا فرض على المسلمين القتال فيها غصب عنهم، يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال، قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه إيه؟ كبير، وصد عن ليه؟ إذا حصل إن هم اعتدوا، ما ينفعش إن أنا أقف باسم الشهر الحرام وأنزل الهزيمة فيها، لازم من الرد، تمام؟ لكن الأصل إن لا ينشأ حرب في ليه؟ ينشأ حرب في الأشهر الحرم، تمام؟ يبقى هنا بيقول للمؤمنين ما تبقوش أنتوا السبب وتعملوا سنة إنكوا تحلوا الشهر الحرام ويحول من شهر حرام فيه القتال إلى شهر إيه؟ يقع فيه القتال، تمام؟ وبعدين جزئيتين أخرين من الحج، الهدي خاص بالحج، تمام؟ والقلائد، الهدي والقلائد، هو في فرق بينهم؟ لا، فيش فرق غير الشكل بس. الهدي هو ما يساق إلى إيه؟ ما يساق مع الحج إلى الحرم، لكن أنا اللي أعرف إنه هدي صاحبه، يعني الغير هيعرفه إزاي؟ بالإشعار أو بالتقليد، تمام؟ بالإشعار أو بالتقليد. يعني إيه بالإشعار؟ كانوا يجوا كده على قمة البدن أو الشاه ويعملوا فيها زي جرحين كده بالدم أن هذه راحة للحرم، حتى دي من أيام العرب يعني، أو يجي يعمل علامة معينة في الخروف أو ما إلى ذلك، تمام؟ أو يعمل له قلادة، القلادة زي العقد يعني، يجي يعملها في رقبة ايه؟ في رقبة في بداء مقلد، فمقلد يعني يتعرف انه ايه؟ هادي، ما حد يقربه. فهو بالنسبة ده ليه ذكر الهادي وذكر القلائد؟ يعني بمعنى اخر انه لو هادي وانا عارف انه هادي
صاحب الهدي نفسه ما يحلوش، يعني ما يبقاش مثلا، لانه كان ممكن يسوق الهدي شهر معاه. طب جاعه بقى ما فيش معاه الا هو، يقوم يقول لك طب ناكله وبعدين اما نوصل مكه ربنا حل. لا لا لا، يقول له لا انت خلاص خليته هدي خلاص ما تقربلوش وتكرمه لحد ما يوصل. تمام. طب او يقلده عشان الغير كمان ما حدش تاني، لانه كان ممكن العرب ياكلوا بعض المواشي من بعض وبعدين يتفهموا في الثمن. عارفين انتوا قصه ابو اليسر الانصار اللي كان مضحك النبي ده اللي كلمنا عنه اكتر من مره؟ كانوا هو ومجموعه من اصحابه كده، يعني بيقولوا احنا قرمنا يعني ايه؟ يعني لم ناكل اللحم من فتره طويله، كدنا ننسى طعمه يعني. فجمله ابو اليسر، وكان في راجل اعرابي معاه ناقته ورابطها بره المسجد وقاعد بيتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا له ايه رايك اطلع اذبح الناقه دي وناكل، والرسول لما يطلع الراجل الاعرابي هو هيسد ثمنها وخلاص واحنا ناكل. فسمع كلامهم طبعا وذبحها واكل. فالراجل طلع ما لقاش الناقه، قاعد ينادي باعلى صوت يا محمد يا اعراب بقى. ناقتي. فالنبي خرج في شو الناقه، فهم الجماعه اللي كانوا مع ابو اليسر قالوا له ابو اليسر اللي ذبحها. فذهب النبي خلفه، طبعا الثاني مختفي، تنيته مختفي لحد ما نزل تحت كومه من القش عشان ما يبانش. فالنبي طلعه من كومه القش كده وقال له تعال، من جعلك تذبح؟ قال له اللي دلوك علي، اللي جابوك وعرفوك مكاني هم اللي قالوا لي اذبح. فالنبي ضحك، هو كان دايما يضحك ويعمل المقالب دي، كان بتاع مقالب على طول، واعطى للاعراب الايه. فالعرب كان ممكن يعني ياكل خلاص قارب بقى ما فيش قدامه حل، ممكن اي شيء قدامه او اي حاجه يقوم ذبحها، بعد ما يجي صاحبها يتصرف وياه. تمام. المهم ياكل، فيقوم يقول له لا ديت مقلده، يعني ما تقدرش تقرب لها حتى لو ما تعرفش من صاحبها او تعرف صاحبها، دي بقت مقلده محرم عليك انك تقرب لها خلاص. تمام. فيبقى الهدي او القلائد، سواء كان الهدي بالنسبه للي عارف انه هدي او اذا قلدت يعني اصبح في رقبتها قلاده خلاص. وحتى كان في من العرب من يعمل القلاده دي لنفسه. ازاي يعني؟ هو راجع من الحج مثلا ومش امن الطريق، خايف من الطريق، في مثلا الطريق وفي عودته او في ذهابه في ايه قطاع طرق. قطاع الطرق اللي كانوا في جزيرة العرب كان عندهم شويه نخوه، كانوا يعني ما كانوش معدومين الخير خالص، اي شيء يتصل بالحرم كانوا يعظموه، لا يمكن يطلعوا ولا يقطعوا الطريق عليه ولا يسرقوه. حتى ديت من ضمن الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني امتن بها على مين؟ على قريش، لما امنهم من خوف من جوع، لما قال لإلاف قريش إلافهم ايه رحلة الشتاء والصيف. ليه تألفوا رحلة الشتاء والصيف؟ الوحيدين اللي كانت تمشي قوافلهم حتى ما تحتاجش حراس. ليه؟ اللصوص وقطاع الطرق يقولوا دول أهل البيت، دول الأهل الحرم، ما حدش يتعرض لهم، كانوا معظمين في نفوس الناس. فمن اللي ياخد الحكاية دي زيهم؟ إذا هو جاي من الحج أو رايح الحج بيقوم يعمل قلادة لنفسه بعلامة إنه ده حاج، فما حدش يقرب له خالص، ما حدش يعترض. تمام. فلكن هي طبعا اشهر على ايه؟ على الهدي. قال لا تحلوها، يعني لا تذبحوها، لا تغيروا، سواء كان صاحبها لا يغير نيته وغير صاحبها لا تقترب منها، لانها ايه؟ محرمه، لانها محرمه. يبقى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين، اللي هو مين بقى؟ الحج نفسه، ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ايه؟ ورضوان. فلا يجب أن يخوف أو يفزع أو يسجن أو يسرق، لابد أن يكون طريقه آمنا. وطبعا ديت بالنسبة لعامة المسلمين، وممكن يكون الخطاب خاص بمين كمان؟ بولي الأمر، أن ولي الأمر عليه أنه يؤمن للحجيج إيه؟ طريقه. أنتوا عارفين إيه سبب تحرير صلاح الدين للقدس؟ الحجيج. تمام. الحجيج يعني السبب كان إنسان من الدرجة الأولى، يعني سبب مش هو رايح بقى يعتدي على، لا، هو الحجيج في طريقهم للحج طلع عليهم هذا الأرعن اللي كان أمير القدس في الوقت ده وقتلهم وهم محرمين عزل. فطبعا يعني صلاح الدين اعتبر ديت القشة التي
قسم الظهر البعير، خلاص ما عادش يتردد. فخرج بقى وجمع وجهز نفسه وطلع يعني يؤدب هذا الرجل، وفي نفس الوقت كانت فرصة لأنه يحرر القدس ويرجع المسجد الأقصى، تمام؟ لكن كان السبب إيه؟ الحجيج، يعني هي الشرارة اللي أشعلت الإيه؟ أشعلت الحرب اللي هو تعرض الآن. ولذلك لما يكون الحجيج خلفهم دول قوية ما يخافوش، لأن الدول دي اللي بتأمن طريقه، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في حق الدولة. لما زيدنا عدي بن حاتم دخل وقال له ودخل واحد اشتكى الفقر، وواحد اشتكى مش عارف المطر، فسيدنا عدي بن حاتم قاعد كده، كان لسه داخل يأسلم يعني، كان لسه مسلم جديد وكان جاي من نصرانية، فبص يعني نظر للنبي نظرة كده يعني كأنه يعني ايه الأحوال دي. قال له يعني انت بتستعجب من هذا يا عدي؟ قال نعم. قال لئن طالت بك حياة، لئن طالت بك ايه حياة، لترين الضعينة تخرج من حضر موت حتى تطوف بالبيت لا تحتاج إلى جوار. الضعينة هي المرأة المسافرة التي ليس معها من يحميها. قال له هيجي يوم المرأة دي تخرج من أقصى الجنوب في اليمن تطوف بالبيت وترجع مش محتاجة حد يكون وياها، لأن الطريق هيكون إيه؟ مؤمن جدا. طبعا فقهيا الأحناف أخذوا منها أن المحرم في السفر للمرأة في حالة الخوف، ولكن إذا أمن 100% يعني وبقى أمان مش محتاجة إليه، وإلا النبي لا يبشر بحرام. لو أن خروجها سواء آمن أو مش آمن لازم بمحرم، يبقى كيف النبي يبشر بأنها ممكن تمشي من غير محرم؟ لا، هذا كلام منطقي ومعروف. فالأصل أنه يؤمن طريقه، تمام؟ وخطاب للأفراد أن أنت على مستواك الفردي لا يجوز لك أن تعترض طريق إيه؟ إنسان يقصد البيت إيه؟ البيت الحرام. هنا في بعض يعني ممكن مثلا، طيب بالنسبة للأمور الإدارية، الأمور الإيه؟ الإدارية، هل الآية دي تعني أنه لا يعترض الحاج بأي شكل مشكال؟ إذا واحد قصد البيت الحرام لا يعترض بأي شكل مشكال؟ يعني مثلا خدوا جائحة كورونا الآن، واحد ثبت أن عنده كورونا، السلطات مش من حقها تمنعه من الحج؟ طيب هل ده كده يبقى مخالف للآية؟ لا. ليه بقى؟ تحكمها قاعدة تانية. ايه هي القاعدة الثانية؟ لا ضرر ولا ضرار. انت محدش هيصدك عن المسجد الحرام، لكن مروحك للمسجد الحرام ممكن يسبب في موت خلق كتير. طيب ليه يبقى هنا لا ضرر ولا ضرار؟ والضرر لابد ان يزال. فان كنت انت ستحج فحجك لك، لكن لما هتنقل المرض هيبقى ضررك على الغير. القاعدة الفقهية تقول لا، ممنوع انك تضر الغير ولو بعبادة، ولو كنت قاصدا للبيت الايه، ولو كنت قاصدا للبيت الحرام، تمام؟ او اشترطت الدولة منك بعض الطلبات الادارية لتظبيط اعدادها وتشوف نظامها وكلام زي كده، تمام؟ طيب انت مش عايز تعمل حاجة من خلاص، انت بتمنع نفسك، هم لم يصدوك عن البيت الحرام. لكن إذا سيس الأمر وأصبح في هوى في منع إنسان، هذا هو الحرام، هذا هو ليه؟ هذا هو الحرام، تمام؟ إنما الأصل إن الإنسان لا يمنع إذا قصد البيت، شريطة أن يكون ملتزماً بالأمور الإدارية المطلوبة، شريطة أن لا يكون في حجه ضرر للغير، ويمكن أن يمنع من كان فيه ضرر للغير، ولا أمين البيت الحرام. وطبعا احنا عندنا دايما لما بيكون حد له رغبه في الحرب دايما يحاول يجيب اكسكيوز لها، يعني مش كده ولا ايه؟ يجيب اكسكيوز، اي اكسكيوز. تعرفين الاسد لما شاف شاه واقفه عند الميه فبيقول لها انت عكر، يعني هي بعيده لسه مش شربتش، فبيقول لها انت عكرت عليا الميه وافسدت عليا الميه. قال له انا ما قربت من الميه. قال له ابوك كان افسده، هو عايز شكله خلاص. هو يهمه هو. فدايما اللي عايز يحارب او كده بيحاول يشوف ايه، اي سبب، اي بتاع، هو عايز ياكله خلاص. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يحاول يمنع الازمن. اكثر الاسباب التي تقود الى الحرب وتخليك تقعد تخلق لها اسباب ايه؟ الكراهيه المكنونه في القلب، الكراهيه الموجوده فين؟ في القلب. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، حتى وشنآن قوم جاي منين؟ جاي من طاعة،
أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني ممكن يكونوا صدوكم قبل كده عن المسجد الحرام، برضو لا يجرمنكم شنآن قوم إن أنتم تمنعوهم وتصدوهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام. لأن إحنا لا نعامل بالمثل، لا نعامل بالإيه؟ بالمثل. ودي تحطها قاعدة في كل شيء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فوجئ كده لقاهم جايبين له رأس أمراء الجيوش اللي كانت بتحارب المسلمين. فسيدنا أبو بكر انتفض، قال له ما هذا؟ إيه ده؟ قالوا له هكذا يفعلوا معنا، يعني أمراء نبي ياخدوا رسول ودوها للملك بتاعهم وكذا. فهو سيدنا أبو بكر غضب، قال أبي الفرس والروم نستن؟ أبي الفرس والروم نستن؟ إحنا نستن بيهم ونشيل الرؤوس ونمشي زي مجرمي الحرب؟ لا لا لا، لا تفعلوا ذلك، محدش يعمل الحكاية دي تاني خالص، لا تستنوا به. يبقى هنا ممكن الغير يفعل. ولذلك من الأشياء اللي أثبتها جوستاف لوبون مثلا في كتابه، قال لقد كان صلاح الدين نبيلا معنا إلى أبعد حد، إننا عندما دخلنا إلى القدس كانت خيولنا تغوص في إلى ركابها في الدم. إحنا قتلنا خلق كتير جدا، لكن صلاح الدين لما دخل لا، لم يفعل مثله. قال لقد كان نبيلا جدا. سجل هذا الرجل، رجل منصف جدا، هو المستشرق المشهور الفرنسي جوستاف لوبون. فله كتاب يعني وله كتب الحقيقة، من المهتمين بالحضارة العربية، تمام. لكن نحن لا نستن بهم. إذن حتى لو صدوكم ما تعاملوهمش بالمثل، لا تعاملوهم بالإيه؟ بالمثل. لأن الأصل إن أنا أعامل بأخلاقي لا بإيه؟ لا بأخلاق. افرض إنه هو لما يقطع ويأكل لك الحرث والنسل ويقتل الأطفال، مش من حقنا نقتل الأطفال، مش من حقنا نقتل امرأة لا تحارب، مش من حقنا نقتل شيخا فانيا، مش من حقنا نقتل عابدا معتزل في صومعته، مش من حقنا. كل ده مش من حق المحارب فقط، المحارب فقط. حتى لو فعلوا ذلك، حتى لو فعلوا ذلك، حتى لو فعلوا ايه؟ حتى لو فعلوا ذلك. طيب هنا ارجع بقى للنقطة الأساسية والمهمة اللي انا حابب اوضحها، يعني لماذا الاهتمام بالشعائر لهذا الحد؟ ما هو العمود الفقري في الدين؟ في أي دين؟ عقائد، مش كده؟ العقائد هي العمود الفقري للدين. انت عندك 13 سنة في مكة، في مسلمين منهم ماتوا في أعلى درجات الجنة ولا لا؟ سمية ما استشهدت ولا ما استشهدت؟ استشهدت في مكة. هل سمية لما استشهدت كان في صلاة، كان في شعائر، كان في أي حاجة؟ لا، العقيدة بس. في أنبياء بنفسهم هم نفسهم جايز ما كانش عندهم أي شعائر. ليه؟ لأنهم قعدوا يدعوا قومهم للإيمان ولا حد آمن ولا حاجة، عشان يبقى في شعائر أصلا. تمام؟ علاقة بالله فقط وإيمان بالله فقط. لكن إيه أهمية الشعائر يا أخي عشان تاخدوا بالكم من النقطة دي؟ لا أعلم إذا كنت قلتها في درس التفسير قبل كده ولا لا. أهمية الشعائر في أي دين أنها تحفظ هذا الدين من الزوال. عادة أهمية الشعائر والطقوس والنسك في أي دين تحفظه من الزوال. حتى بتستغرب يعني ليش تحفظه من الزوال. أنت تخيل حالنا كده كمسلمين من غير، لا قدر الله يعني، لا قدر الله، من غير مسجد ولا صلاة ولا حاجة، شو هيتبقى من الإسلام؟ مين اللي هيطلع يعرف إن في إسلام أصلا؟ ها؟ لا إيمان ولا عقيدة ولا حاجة هتستنى، هيزول. ولذلك في بحوث كتبت في هذا الأمر، قالوا الطقوس الدينية تحفظ الأديان حتى الباطلة إنها تستمر. يعني روح مسعى أي دين باطل، شوف سبب استمراره، هتلاقيهم عاملين له مبنى كويس وعاملين له شوية طقوس، وحتى البقرة المقدسة ويقدموا لها مش عارف إيه، والناس تعيش في الدوامات دي، فما ينساش الدين ده، يستمر الدين الباطل ده ويستمر مع الطقوس، مع الطقوس والمش عارف ايه. لا ماشي كده، كان معايا احد الاخوه عن قبل اكزيت 9 على طول، على الترمبايك، ممكن تشوفوه مبنى، يعني اول مره اشوفه قلت ده مسجد ده ولا ايه ده قلعه، قلعه بكل ما تعني الكلمه. وطلع بتاع الجماعه السيخ. وبعد كده انا دعيت فيه مره، كان في تسجيل
مع احدى النشطات يعني، ورحت فيه كان فيه كان بيتسجل فيه لقاء وكده، وشفته من جوه حاجه يا حبيبي ايه ده، شو عشان ايه ده، ايه الدين، ايه الدين اللي هيبني له المبنى الضخم ده، وبقى تماثيل ايه وشغلانه ايه وطقوس، ويدخلوا زي الخوشعين، هاي اللي بيضمن استمرار هذا الدين. لو الحاجات دي مش موجوده بينتهي وبنسوه، ومع الاجيال يروح. تمام، يعني مجتمع زي المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيذوب فيه الحجر، الحجر يذوب فيه هنا، الحجر يذوب فيه، ايه اللي ممكن يخلي ما يذوبش الحجر اذا عملنا الشعائر دي وحافظنا عليها؟ تمام. ولذلك لما الاسلام يركز على الشعائر قوي، هي الصلاه، اقم الصلاه ايه لذكري، اقم الصلاه ايه يعني، اذا الصلاه وسيله ولا غايه؟ وسيله. تمام، الصيام نفس الكلام، يجي رمضان الناس كلها تعيش الاجواء الرمضانيه ومش عارف ايه، والاولاد يعيشوها، والصيام بالنهار والتراويح بالليل والمش عارف، هذه الشعائر هي بتحافظ على الدين نفسه اللي هي العقد نفسه انه يستمر. تمام، وبعدين يوم الجمعه وغسل الجمعه والتبكير الى الجمعه، وتحط الطيب، وتجلس ما تتكلمش لما الخطيب يتكلم، وجايز الخطيب اللي بيخطب جايز مش عارف يتكلم، بس انت بدك تسمع غصب عن اللي جاي كده يعني. تمام، هذا اسمه ايه؟ بس بضحكوا يعني. ماشي، لكن دي كلها ايه؟ طقوس. شو المقصود منه؟ انت هتيجي لو رمضان بس ده كل سنه، لا يجي لك بقى عيد كل اسبوع، طقس كبير كده تستعد له وتغتسل وتحط الطيب ومش عارف ايه، وتلبس وتذهب للمسجد مبكرا وتسمع الخطبه وتقابل الناس وتسلم، بيزود الدين، هذا بيحافظ على الدين، بيحافظ على العقيده نفسها. تمام، وبعدين يبقى عندك موسم مثلا سنوي رمضان، وبعدين يجي موسم الحج، حتى اللي ما بيحجش بيعيش الاجواء، وبيبقى عايش ان في ناس بتحج وناس راح تحج، هو لما راح يحج ويقعد يفتكر كل ما يجي حج يفتكر لما كان بيحج ومش عارف ايه وبتاع، وتلاقوا مثلا صحبه الحج ما حدش ينساها. انا بجد طلعت كتير مثلا، لكن واحد مثلا يعني قريب واحد ما قابلني يقول لي في احدى الولايات مش هنا حتى، بقول انا كنت معاك سنه 2005. انا مش فاكر طبعا، بس كنت معاك سنه 2005 لما كنا في مش عارف كذا وكذا، يعني بتبقى في ايه، في ذاكره الناس، ويطلع تطوف وده تحج والصفا وعايز يقول ايه الدعاء واللي مش عارف كذا ورمي الجمار، هذه كلها من باب الشعائر والطقوس التي تحافظ على الاصل اللي هو العقيده اللي هو الايه، الاعتقاد. والا لو واحد مش مستطيع الحج عليه حج، طب كم من ملايين ماتوا ما حجوش؟ تمام، صح ولا مش صح؟ واحد ما مريض معه مش هيصوم. تمام، اذا لكن وجود الشعائر دي في حد ذاته بتخليه يعيش اجواءها، وبالتالي دي اللي بتحافظ على الدين. طيب اذا كانت دي اللي بتحافظ على الدين، الوسيله التي غايتها في غايه الاهميه، تبقى الوسيله مهمه ولا مش مهمه؟ مهم، ويبقى التفريط فيها عليه جرم كبير ولا ما عليهوش؟ لانه ممكن يؤدي الى ايه؟ الى التفريط في الدين كله. يبقى هنا من هنا لما يجي يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، كلام كبير، كلام جاي في، وبعدين هتيجي بعدها في سياق الايات اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، وقبلها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دي. كلام في سياق، وجاي في وسطها موضوع المحرمات من الاكل والكلام ده، حاجه عجيبه سياق سوره المائده في مطلعها، في مطلعها، لكن كلها بتصب في هدف واحد، ان الدين ده يحافظ على اصله، وبالتالي الشعائر دي. وبعدين نتكلم، انا قلنا هو وقال لا تحلوا شعائر الله، ما هي الهدي شعائر والقلائد شعائر والامن شعائر، طب ليه قاعد يفصل؟ لما القران يجمل ثم يفصل، اعرف ان الموضوع في غايه الاهميه، اعرف ان الموضوع في ايه؟ في غايه الامن. حتى البهائم، حتى البهائم، مش الشعائر بقى تقول بقى الكعبه المشرفه والطواف والصفا، لا لا لا، حتى البهائم احترمها وحافظ عليها، ليه؟ عايز يخليك دايما مهتم ومهموم بالشعائر دي عشان يحافظ على الايه؟ على الاصل. وهو لما يقول لك اقم الصلاه لذكر، طب لو انت لو ما اقمتش الصلاه
راح الذكر. الذكر اللي هو ايه؟ هو الذكر ايه؟ هو الذكر. لا لا لا، ما تشوف بقى انت عم تعمل بقى زي ايه الوقتي، انت هتعمل زي الحلقه المفرغه. ايه هو الذكر؟ هو الصلاه. طب الصلاه ليه؟ علشان الذكر. شو ده احجيه الوقت بقت احجيه الان. كيف الذكر الصلاه والبدع؟ لا، الذكر هو استحضار الله. استحضار ايه؟ الله امام عينك وفي قلبك. اللسان ترجم، اللسان ايه؟ ترجم. تمام، لان اللسان ممكن يترجم اي حاجه. تلاقي واحد مثلا طالع من سرقه والبوليس كان جاي وما قدرش ياخد، الحمد لله ربنا ستره. هذا ذكر لله. وقال لك والحمد لله وربنا ستره ويان. ده ذكر. ذكر فين؟ لو ربنا امام عينيه وفي قلبي ما كانش سرق من الاصل، لم يكن ايه؟ قد سرق من الاصل. تمام، انما يعني ربنا مش امتى ربنا يكون موجود؟ لما يبدا في يعني قيل ان ابن دينار دخل عليه حرام، دخل على واحد متصوف من الزاهدين، حظ وحش، لف البيت كله ما لقاش فيه حاجه، واحد صوفي متزاهد هيلاقي عنده ايه؟ فابن دينار كان بيقيم الليل، خلاه لما خلص اللفه بتاعته قال له تعال، فقال له قال له انت ما لقيتش حاجه؟ قال له ما لقيتش حاجه. قال له طب انت جبت جاي تسرقنا، تعالى نسرقك احنا بقى. قال له تسرق مني؟ قال له اخدك على المسجد. فاخده على المسجد وبدا يعلمه في الصلاه ومش عارف ايه وبتاع، وربنا هداه. تمام، هذا الذكر هو معناه الحقيقي ايه؟ ان رب يعني هو ده بيمسك سبحه سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، زي كان يقول لك 1000 مره في اليوم ومش عارف 100 ايش. هذا مش الذكر، هذا مش الذكر، هذا بيساعدك اه، لكن الذكر ان يكون الله امام عينك وفي قلبك. امام عينك وفي ايه؟ وفي قلبك، بتراه في كل شيء، في خلوتك وفي جلوتك. واذا خلوت الدهر يوما فلا تقل ايه خلوت، ولكن قل علي رقيب. الم ترى ان اليوم اسرع ذاهبا وان غدا للناظرين قريب. تمام، اذا الصلاه لما يقول لك اقم الصلاه لذكري، هو ده معنى انه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها لما علمتك ذكر الله أصبح الله أمام عينك وقلبك، لا يمكن أن تفعل إيه؟ الفحشاء والمنكر. من غير كده يبقى الصلاة ما مش مؤدية غرض. إذن الشعائر والعبادات والطقوس بكل أنواعها من أجل المحافظة على الدين، ولذلك جاء التشديد ليس على الشعائر في مجملها ولكن حتى على مفرداتها، على مفرداتها، حتى يعلم الإنسان خطورة هذا الأمر. هذا أنا ما أعتقد يعني، وإلا لماذا يكون هذا التركيز الشديد على هذا الأمر؟ إنما هو للحفاظ على الدين كله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله، لأن الوقت أنا بصيت لقيته يعني مر بنا بسرعة، مرة القادمة نكمل بقية الآية وما بعدها من هذه المواثيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. معلش انا شفت التليفون حبيبي يا ابو